كريم نيفيا من المرطبات القوية التي تحتوي على العديد من المواد لترطيب البشرة وتنعيمها وجعلها أفضل وأفضل. لذلك يمكنك استخدام كريم نيفيا ومزيج النشا للوجه لعمل واحد لتحقيق نتيجة رائعة للتفتيح. في هذا الفيديو سوف أقوم بخداع هذا المنتج بخلطه مع بعض المواد الأخرى لإعطائه فوائد كثيرة لعلاج التجاعيد، فتابعوني يا أصدقاء ولا تنسوني بالإعجاب. سنحتاج 2 ملاعق كبيرة من كريم نيفيا. كريم نيفيا الأزرق أو كريم نيفيا سوفت أو كريم نيفيا مان، أي نوع من كريمات نيفيا المتاحة لديك يمكنك استعمالها. سنحتاج عصير نصف ليمونة. يمكن استبداله بعصير البرتقال لصاحبات البشرة الحساسة جدا. عصير الليمون يعالج حب الشباب كما يعالج مسبباته كالبكتيريا وغيرها لعلاج أسباب الشيخوخة المبكرة كذلك. يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة، كما أنه يعالج ندبات الوجه ويمنع العديد من الأمراض الجلدية التي يمكن أن تظهر على الوجه. قومي بخلط المكونات جيداً. في هذه الحالة لن ينسجم الكريم كريم نيفيا مع عصير الليمون إلا بعد الإضافات القادمة. يتمتع كريم نيفيا بالعديد من المزايا والمزايا العديدة التي يقدمها للبشرة والجسم، بدءا من تنعيم البشرة إلى العناية والنضارة إلى مزايا أخرى رائعة اعتدنا عليها. سنحتاج إلى نشا الذرة. يمكنك استبداله بحليب البودرة إذا كان غير متوفر، أو نشا البطاطا، أو حتى دقيق الأرز. أضيفي للمكونات 2 ملاعق صغيرة من النشا. اكتبوا لي في التعليقات من أي بلد تتابعوني، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ليصل الفيديو إلى أكبر عدد من الناس للاستفادة منه. لا مانع من استخدام كريم نيفيا للبشرة الدهنية، فهو مناسب لجميع أنواع البشرة. تحتاج البشرة الدهنية أيضا إلى مرطبات مثل أي بشرة أخرى، إلا أن البعض يجده غير مناسب لأنه يعطي شعورا لامعا قليلا للبشرة الدهنية، لهذا أضفنا له عصير نصف ليمونة. كريم نيفيا الأزرق مناسب جدا لصاحبات البشرة الجافة، والبعض يعتبره الأفضل، وذلك لوجود مادتين الجليسرين والبانثينول معا لزيادة قدرة الكريم على الترطيب. سنحتاج لكريم الجليسرين. إذا كان غير متوفر يمكن استبداله بجليسوليد كريم، أو يمكن استبداله في هذه الوصفة بالفازلين. نضيف ملعقة واحدة من كريم الجليسرين. يقوم الجليسرين بتحسين وظائف الجلد للإبطاء من التقدم في ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد على بشرة الوجه، حيث أظهرت الدراسات أن الجليسرين يؤدي إلى نضوج خلايا الجلد أيضا بشكل سليم وصحيح، إضافة إلى أنه يساعد في توجيه خلايا الجلد الشابة من الطبقات العميقة إلى السطح لكي تقوم بتشكيل حاجز واق للبشرة. وبسبب ذلك يساعد الجليسرين في تحسين مظهر البشرة وكذلك الوقاية من ظهور التجاعيد المبكرة على بشرة الوجه. يحتوي الجليسرين على خصائص علاجية، ويمكن أن يعمل كدواء طبيعي وخصوصا في علاج الأمراض الجلدية مثل الإكزيما والصدفية. يمكنك إضافة كبسولة فيتامين ه لهذا الكريم لزيادة فعاليته، أو حتى قطرات من زيت الفيتامين ه. نحتفظ بهذا الكريم في علبة نظيفة،
ويوضع في مكان بارد وجاف. صلاحية استخدام هذا الكريم لمدة 3 أشهر. تعد خلطة كريم نيفيا والنشا من الخلطات السحرية التي تعمل على تفتيح البشرة وشدها وجعلها شبابية. تعمل على تفتيح البشرة وتنظيف الوجه من الندبات والتصبغات وآثار الحبوب المزعجة. فما هي طريقة استعمال هذا الكريم على بشرة الوجه وحتى يمكن استعمالها على الجسم؟ ادهن الكريم على بشرتك قبل النوم. قومي بتدليكه جيدا حتى تمتصه بشرتك. طريقة التدليك دائما من أسفل لأعلى. هذا الكريم يوفر لبشرتك الترطيب. ستختفي من بشرتك كل التصبغات والبقع الداكنة وحتى الكلف إن استمريت على استخدام هذا الكريم. هو فعال جدا لعلاج الكلف، ولكن يستخدم دائما ليلا قبل النوم. ستبدأ التجاعيد في الاختفاء من أول أسبوع لاستخدامك المنتظم لهذا الكريم. يمكنك المبيت به حتى الصباح واستعماله لكامل الجسم. يمكنك استعماله لترطيب اليدين وحتى القدمين، كما يمكن تركه لمدة ساعة ثم نقوم بغسل هذا الكريم بالغسول المناسب والماء الدافئ. هذا الكريم يعمل على شد البشرة ويظهرها بشكل أصغر سنا. قومي بعدها بترطيب البشرة بزيت اللوز الحلو، أو يمكن استعمال زيت زيتون أو زيت جوز الهند. ولإزالة التجاعيد يمكن استعمال الأفضل زيت بذور العنب، ممتازة لعلاج التجاعيد، يمكن استعمالها. وكذلك زيت جنين القمح فعال كذلك لعلاج التجاعيد لمن لديها تجاعيد صعبة الإزالة. كذلك للبنات للوقاية من التجاعيد أنصح باستعمال زيت الجوجوبا. زيت الجوجوبا فعال للوقاية من التجاعيد. بعد استعمال الماسكات أو كريمات من هذا النوع أنصح باستخدامه. كذلك لدينا قلت زيت الزيتون، ولكن زيت الزيتون يجب أن يغسل ولا نتعرض لأشعة الشمس لأنه يعمل على إسمرار البشرة. شكرا على مشاهدتكم.